هنيك شاورما سجو مشوي عصير، هون سجو مقلي، هنيك بالعربي هون بالفرنجي. Thank you.
العافية. كيفك؟ لك اسم المحل ملفت رود رانر. رود رانر. الرسوم متحركة القديمة هذا بيب بيب. مع هيك؟ ليش مسمينه بهالاسم؟ هو من زمان هيك يعني، مسمينه وقتها هيك. كيف الشغل؟ كتر خير الله. ماشي الحال؟ كتر خير الله. في حركة شغل يعني هالأيام؟ كتر خير أكثر ما بنستاهل. الحمد لله، الحمد لله. وكيف السوق هون برج حمود الناس؟ كله منيح. تمام؟ كل يوم بيوم. اسم الكريم؟ جارو. جارو، حبيب قلبي، تشرفنا. حبيبي. معلم داني كيفك؟ هلا تمام؟ هلا أنا هاي قولها، كيف عرف اسمه؟ امرأت لعندك قبل الضرر وسألتك. حبيب قلبي. كيفك أنت تمام؟ الحمد لله. يلا يعطيكم العافية. الحمد لله. أول محل بلش جدي بالأول، أول الخمسينات، يعني هذا المحل عمره 70 سنة. 70 سنة صح. وبعدين على الدورة، وبعدين جلدي بعيلة نحن كلنا. ثاني وكمل للاخير. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. بدي اسالك شو يعني كلمة اراكس؟ هلا هون نحن هون بشارع اراكس. ايه. كلمة اراكس شو يعني؟ كلمة اراكس هي اراكس نهر موجودة بارمينيا المحتلة، مش بتركيا، بارمينيا المحتلة. وقتها اجوا الارمن من بعد المجازر والاباده اللي صارت وتاسسوا هون، سموا كل المناطق اللي عايشين فيها على اسامي مناطق كانوا عايشين فيها قبل. واراكس مساق باسم نهر، نهر كثير طويل قاطع بارمينيا المحتله، فسموها على هالاساس. اسم نهر يعني؟ اسم نهر هو مزبوط. انا ممنونك. اهلا وسهلا. شكرا. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. Thank you.
كيفك؟ تمام؟ عم بقرا هون حلو حر. حلو حر وسط. ايه. شغل وين هون؟ هون شغل حلب وهودي شغل عنجر. هون شغل عنجر؟ هدول بلا قشر. بلا قشر. اوكي. هودي شغل حلب. شغل حلب. بيجي مع القشر. مرحبا. مرحبا. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال. تمام. هلا نحن هون بشارع مرعش. أكيد. أوكي. هونيك كنا بأراكس، هون جينا على مرعش. يعني اسم الله أنا حبيت المحل من برا. ميرسي لك. وأنتوا هون بهارات وشو كمان؟ بهارات وقلوبات حلويات. حلويات. بزورات. لأن أنا شايف يعني اسم الله يجزي العين أكياس كتير منيح اللي قادرين كاتبين عليهم. لتميزوهم كل واحد شو هو. اكيد. وكيف هالشغل؟ ماشي لهالكتر خير والله. يعني بظل انه الاسعار تغيرت والاوضاع أكيد. تغيرت وغلى الدولار. أكيد. تأثر الشغل معك؟ اكيد تأثر على الزباين كمان لالنا كمان. نعم. كل شيء اكيد بالدولار. هلا قد ما كان ارخص من سعر قبل 3 سنين بس صعب للجمهور للشعب اللي عم يجي صعب كتير. بس المضطر بده يشتري. مضطر بده ياكل هيدا الاكل واخره. 100%. تشرفنا ما تعرفنا على اسم الكريم. نرسيس خانو. نرسيس خانو. خانو نعم. حبيب القلب. ميرسي لك. شكرا. اهلا وسهلا تشرفت. تفضل تضيف شيء. حبيبي ميرسي. اسم الكريم؟ حسن. حسن نعم. يلا باي باي. باي باي. بابا اليوم جيب لك يا يلا دي ترى جيب لك يا يلا رح جيب لك يا هلا باي الو ايه دكتوره مرحبا يعطيك العافيه هذا كله حر اللي فلفلي حر يخرب بيتك انت قول بابا فواكه مجففه كلها مجففه حر وفواكه مجففه ماشي يعطيك العافيه يا اهلا وسهلا بس مرحبا مرحبا كيفك؟ الحمد لله تمام؟ كيف هالشغل؟ الحمد لله كتر خير الله بدي اسألك شغلة، أول شيء يعني أنا من لما بلشت بشارع مرعش من برا نعم لاحظت إنه هيدي المصلحة هي إنه بهارات وفواكه مجففة ومواد غذائية مواد غذائية، في منها كثير بالشارع، بعكس أراكس، أراكس تياب نعم هون تقريبا إنه نفس الـ يعني الـ البضاعة بعدة محلات مثل في سوق بسورية اسمه البزورية نفس الشيء حسيته أو هيك نعم هنا شارع مرعش معروف سوق الأكل نعم في عدة محلات بيشبهوا بعض أكيد كل واحد عنده صنفه نوعية بضاعة كل واحد عنده زبوناته نعم أكيد نعم أكيد كيف هالشغل؟ الحمد لله كتر خير الله مثل هالأيام والله عم تتحرك شوي مثل كل لبنان مثل فينا كل نقول. لبنان إيه طيب ماشي أنا نتأمل إنه يكون أحسن أكيد لو ما في أمل ما كنا ضيّنا لهلا 100% 100% ميرسي يلا يعطيكم العافية إن شاء الله يلا باي باي